انا برضه هقول جاي خصيصا للمحاضره طبعا حضرتك دي ايقونه بتاعتنا انا بعرفها انت عمري ما شفت ست لغات العربيه بالرقي ده الله يعزك الله يخليك والنحو الصح والتشكيل هي مهندسه كلمه مهندسه ازاي الله يخليك يا دكتور اللغه العربيه تستحق ان تتقن لان لجمالها ورقي اسرارها يعني اظن والدك اللي اثر فيك اه طبعا ابويا راجل متصوف وحافظ القران كاملا وانا حافظ ثلاث اجزاء وكانت امي ست غريبه جدا يعني تودينا مدارس لغويه نتعلم انجلش بيرفكت وتودينا المسجد نحفظ قران فطلع طلعنا فينا ميكس كده اللي. عايز تعرف الواحد ده متعرف بتربيه دنيا بقول لك القران بتعرف ان الفونيتكس بتاعته مظبوطه بالعربي بحييك يا دكتور والله انت من فعلا حقيقه عقليه استثنائيه جدا والمشهود لك هي الموضوعيه التي تكاد تكون مطلقه وهو امر سوريالي يعني لكن بحييك فعلا يا دكتور بجد على هذا البانوراما اللي لخصت لنا تاريخ مصر وردت على اسئله كتير ولكن عندي سؤال انا اتفق معك تمام الاتفاق في ان المجتمع المصري قد يسامح في الفقر وقد يسامح في القمع ولكنه لا يسامح في زي بنفس لفظك يعني literally العبث بهويته والعبث بثقافته وده تجلى جدا في السنة المريرة بتاعت الإخوان وكيف أنه إلى درجة أنني شكرت الإخوان في مقالة حينما هددوا ثقافتنا قلت لهم أهلا بكم في عش الدبابير لان المثقفين انا طول الوقت ما دام المثقف مطمن ان اسطوانته موجوده وكتابه موجود والاخرى بتاعته موجوده لا يثور لكنه ثار حينما حاولوا اقاله الدكتوره ايناس عبد الدايم واللاعب في الاوبرا تيقنت قلت لهم الدبابير قادمه وقد كان وكان اخر مسمار وفعلا فعلا لدرجه ان انا شكرت هذا الوزير وزير الثقافه الاخواني ناسي اسمه طبعا شكرته في مقاله وقلت له شكرا واهلا بكم في عش الدبابير وتوقعت اعتصام المثقفين الذي افضى الى 30 يونيو اتفق معك تمام الاتفاق حول هذا وعايشته وانا ناضجه يعني ولكن كيف وافهم ايضا ردك على استاذ مفيد وكيف ان السادات وكثير من الرؤساء في مصر وفي العالم يلعبون بكارتين دائما كارت اليسار وكارت الدين فإن على أو يعني انتعش نجم اليسار رفع هو نجم الدين كارت الدين يعني حتى يعني عارف اللي هو بيلعب بيهم إذا على الدين يعلن يسار إلى آخره وبالتالي أستطيع استيعاب المرحلة التي انتقلت فيها مصر منذ 79 ولكن يعني أفهمها سياسياً لكن كيف سامح المجتمع المصري بتغير الهوية المصرية التي كانت أقرب إلى الليبرالية والتعددية وكذا وكذا إلى هذا يعني التغير اللي حصل بقى في المجتمع المصري والشارع المصري والطائفية اللي ظهرت وكذا كيف سامح فيها الشعب؟ أنا فهمها سياسياً ازاي والماده الثانيه في الدستور وعند السادات كان عمل ليه كده علشان يقضي على يسار كل ده فهمها سياسيا لكن ازاي الشعب سامح فيها اللي هو عكس اللي حصل في 30 يونيو ان الشعب لم يسمح ولم يسامح في العبث بهويته ليه سامحنا احنا في السبعين انا كنت صغيره ومش واعيه يعني ليه سامحوا يعني ليه الناس سامحت في هذا وتبدل الشارع المصري الى ان اصبح اقرب الى النمط البترودولاري والنمط الخليجي اللي احنا شفناه شوف يا استاذ فاطمه يجب ان تفرقي بين شيئين الامر الاول هو ان الشعب المصري بطبيعته شديد التدين قولي زي ما انت عايزه مش ضروري حتى ممارسته للطقوس هو مش متعلق بالله متعلق بفكره الدين في كتابات كتيرة غربية بتقول إن الأديان صناعة مصرية صحيح من هي مخناتون والتوحيد أنا مؤمنة المصري لغز الحياة والموت جننه والحياة التانية فكانت كل حضارته مقابر بما فيها الأهرام وبالتالي فكرة الخلود والحياة الفانية سيطرت بشكل حاد على تكوينه الإسكندر الأكبر أنا بقولها دايما لما كان جاي عشان يعني يبني إسكندرية وبناها وكانت قرية راقودة وجاي يعمل امبراطوريه يواجه الفرس في الشرق
مستشاروه قالوا له انت رايح فين؟ قال لهم انا رايح بره، وقالوا له روح سيوة، روح سيوة للإله وتخرب إلى آمون وأعلن نفسك ابنا لك لتحكم المصريين، فإن الطريق إلى قلوبهم يمر بدينهم. نابليون بعديه بعد 10-12 قرن ولا أكثر عمل نفس الحكاية، أكثر 15 قرن لك برضه راح وقف في مالطا وكتبوا له المنشور من على بونابرتا عظيم الفرنسية الفرنسوية إلى الشعب المصري، جيت له وخلصكم من المماليك والعثمانيين وأحترم نبيكم ومش عارف كلام يعني. ففضل الشيخ يقول اسمه الشيخ محمد يعني خلاص طبعا ده كلام فارغ طبعا. بعد كده دخل بالخيل فالدين متجذر، واسهل ايديولوجيه تطبقيها في القريه المصريه الله اكبر ولله الحمد، مش عايز مجهود. فبتسري سريان النار في الهشيم، مواجهتها تحتاج بقى تعليم مختلف، ثقافه مختلفه، اعلام مختلفه، مؤسسة دينية مختلفة، خطبة جمعة وموعظة كنيسة مختلفة. عايزة تغيير شامل تاني، بياخد وقت. التغيير الاجتماعي بطء. السادات ما اعلنش بقى انه في عباءة الاخوان المسلمين، بالعكس ده حصل جدل مرة بينه وبين عمر التلمساني على الهوى، بيقول له يا عمر ليه الدور مش كده يا عمر؟ فعمر قال له اني شكوتك لحاكم من عادل على الهوى، فسكت شوية كده. وكان معلم الله يرحمه بقى صلى الله عليه وسلم اتكلم في موضوع كده وقال له يا عمر، قال له اسحب شكواك. قال يعني ابواب السماء مفتوحه. فقال له اننا لم نشكو من قهرنا وقتلنا فكيف اشكوك؟ يعني ما شكيناش عبد الناصر، هنشكوك انت ازاي؟ لا، ما كانش في علاقه وديه، هي كانت علاقه سياسيه مصلحيه زي انت ما تفضلت كده، بس اضربوا بعض خلصوا على بعض، تكتيك سياسي مش لونج تيرم استراتيجي. التاريخ المصري، انما لم يجاهر السادات بانه بيدفع التيار الاسلامي لانه يريد له مكانه في السلطه على حساب الاخرين، ده بالعكس. ده جاب اسماعيل صبري عبد الله وجاب فؤاد مرسي وجاب الدكتور مش عارف اعدهم لك 10-12 شيوعي يساري على الاقل في حكومات. لا، كان بيلعب على الكل. لا، ابو لاناور ملوش حل، شخصيه استثنائيه في التاريخ. طب لو سمحت لي يا دكتور، ممكن ناخد ثلاث مداخلات يعني؟ وانا عايز اذكرك هتجيب منين؟ لا، حته كده ورا، خلينا ورا سعر الجمله ده ممشيش معايا. طب بس عايزين لو تسمحوا بس ايه عشان عرفنا بيه بسرعه.